بتذكر اول محل لعبت فيه، يعني بعتقد في محل اسمه ميوت بال بشارع مونو، وكان في مشي، كان في اصحابنا جروب اصحابنا من الجامعه واصحابي واصحاب نبيه، وهيك بلشت اول سهره. بعدين سهره بعد سهره صرنا نجمع اكثر عالم وصارت هيك ناتشرلي. يعني البلدان اللي رحنا عليهم مينلي، يعني عندنا جيجز بلبنان كل جمعه وجمعتين. البلدان العربيه رحنا على سوريا، على الاردن، على دبي بفستيفال كان كثير كبير، كان بحدود 10,000 شخص بدبي. كمان رحنا على البحرين كرمال فورمولا 1. هول مين البلدان العربيه رحنا عليهم. كفرنسا والمانيا كمان هن بلاد اوروبيه رحنا لعبنا فيهم. اثنين هايلايتس من 6 سنين لهلا اكيد كانت التكنو باريد بباريس، يعني هيدي ثالث اكبر باريد بتصير بالعالم بالالكترونيك ميوزك، بتجمع بحدود 500-600,000 شخص بشوارع باريس. هن كنايه عن تراكس بحدود 20-25 تراك بتمشوا بقلب باريس، وكل العالم they just celebrate this culture of electronic music هونيك. تاني اكسبيرينس كمان المسكره هي الجيج اللي عملناها بدبي بالاتلانتس. It's a big festival called Sundance. بيعزموا عليه كمان big artists و big names، بيضلوا من التنتين بعد الظهر لتنتين على بكره. So it's a very good crowd, very nice atmosphere. اكيد الكالتشر من بلد للتاني بيختلف، والموسيقى من بلد للتاني بتختلف كمان. سو كل كراود عنده كالتشر، وكل كراود عنده طريقه يصار فيها. هلا ما في كراود احسن وكراود ابشع، هي كل واحد عنده الفايب تبعه، وكل واحد عنده الكالتشر تبعه. اكيد باوروبا هيدي الموسيقى اكثر متقدمه من ما هي بالبلدان العربيه، بس اي ثينك البلدان العربيه ومنهم لبنان اهم شيء، يعني عم بيكون on the topest level بهول compared للسين برا. يعني بيروت ميكس بلشت بال 2006 تقريبا، من بعد صيفية 2006 بلشنا نعمل سهرات بين بعض. أنا من ميلة ونبيه من ميلة. في فترة بلشنا نعمل هيك، وبعدين في friend in common عرفنا على بعض على الإنترنت، على الأمسان كان وقتها. So تعرفنا على بعض، صرنا نعمل سهرات مع بعض، فتنا على radio station، صار بيروتنا ميكس راديو شو. في شخص اصحاب مع رونالد عرفنا على بعض، هيك بلشنا مع بعض و وي جويند راديو ستيشن انرجي. كان كل واحد عنده شو لوحده، ذن وي ميرج ذم تو رولين اند نستا. صار لنا تقريبا 6 سنين، يعني عندنا شو على الهواء وبنعمل سهراتنا ب اول اوفر ذا كونتري. quite young، يعني أنا ونبيه، so we feel concerned، we feel an interest لل causes الهيومانيتير شوي. so انضمينا لحملة Dance for Life اللي هي حملة ضد ال HIV والإيدز بالعالم، لتوعي العالم إنه يحكوا ويتصرفوا بموضوع ال HIV والإيدز. هاي بلشناها مع Dance for Life، في أمباسدرز كبار مثل بول فان دايك، بول أوكنفولد، ساندر فان دون، a lot of big names، and they support this cause كمان.
وعلى صعيد لوكال مع اليو ان اف بي اي كمان ضمينا لهم مع مشروع ليلى ونادين جيم لحمله اسمها ليتس توك. هي كمان تشمل الاويرنس على الموضوع الاتش اي في والايدز. جوي كلوب هي شركة ألعاب فرنسية عندها بحدود 300 محل بالعالم، فتحت بلبنان ب 2009 وأنا انضميت لهم بديسمبر 2009. بلشت هالمسيرة معهم، يعني فتحنا أول محل، ثاني محل، ثالث محل وهلأ الرابع. أنا بهتم بكل شيء دعايات وكل شيء إعلانات لجوي كلوب، يعني ماركتينج كوميونيكيشن للشركة. هلا انا بالمكتب او بالمحل من 9 للخمسة، دونك كل هيدا الوقت مكرس لجوي كلوب. كل شيء دعايات، كل شيء اعلانات، كل شيء تعامل مع شركة الالعاب بالعالم وبلبنان. الوقت اللي بكرسه للموسيقى هو اكيد بعد الخمسة. انه من 9 ل 5 بالشغل ومن 5 لعشيه بشتغل على الموسيقى. بجرب كرس وقت للسبور اكيد 3 مرات بالجمعه مينيموم، وبركض كمان نهار الاحد تخليني شوي اعمل ديستريس عن كل ضغط الشغل كان بقلب الجمعه. وقت بقضي مع اصحابي ايه، يعني بس ما اكون بسهرات نهار الجمعه ونهار السبت كمان كل اصحابي بيكونوا معي، بنسهر سوا وبنظهر سوا. مع العائله بركه يومين ثلاثة بالجمعة، بس ما يكونوا هن بالبيت بقطع بشوفهم، بقعد شوي معهم وبحكيهم. كتير بحب سافر، كتير بحب سافر، لأنه هيدا الشيء بلشت أعمله من وقت ما أنا صغير مع عائلتي، سو تعودت سافر كل فترة وفترة، أظهر شم الهواء، شوف شو في برا، لأرجع لهون شوي أكتر فريش وعندي أفكار أكتر طبقها هون، وأتعرف على عالم جديدة كمان برا. درست بزنس ادمنستريشن بالجامعة الأمريكية الـ AUB، خلصت بال 2009. اشتغلت سنة بشركة إعلان ساتشي أند ساتشي، رجعت انضميت لجوي كلوب. أنا وبجوي كلوب بلشت الماسترز تبعي بالـ École Supérieure des Affaires اللي هي الإذاعة، وهلا عم بشتغل على التيزس تبعي، وإن الله راد بآخر السنة بخلص. الاشيفمنتس تبعي والطموحات تبعي بجوي كلوب هو انه استلم الديبارتمنت الماركتينج يعني، ونكبر، لانه هلا في عنا بلانز لدبي وعنا بلانز للاردن ولمصر للبلدان العربيه كمان، نعمل اكسبانشن للتوي ستور تشين، وهول هن الطموحات لهلا يعني. بوصل على الشغل على بكره وبشرب الهارد شوكليت تبعي، بقعد بشتغل شوي، وكل ما نلاقي شوي وقت فاضي بنطلع على المحل وبنتعرف على الالعاب الجديده وبنلعب مع الصبايا والشباب فوق وبنتسلى، يعني كله لعب وشغل بذات الوقت. احلام حققتها لهلا اذا دي جي منا كبيره بركي، بس انه انا على القليل قدرت اعطي وجهه نظري بالموسيقى. And this is what I like about it. So كل واحد بيعطي وجهه نظره بالموسيقى، كل واحد بيخلق هيدا الجو
الفاميلي اللي نحن عم نعمله ببيروت ميكس اند ذاتس هاو ات وركس يعني. وقت فتنا بالراديو ستيشن صرنا نعمل كلوزنج واوبننج ل انترناشونال اكس بيجوا على لبنان، وبعدين بلشت مضبوط الادفنتشر وقت نقلنا على ميكس اف ام. صرنا تقريبا سنتين عم نشتغل معهم، و last month we released our first EP including three tracks and we have four upcoming tracks, so it's looking good. هلا اكيد we'd like our music to be spread اكثر واكثر كرمال العالم برا تسمع انه بيروت is on the clubbing map مثل ما all the big DJs say, in both the big concerts, the big events and the underground parties that are happening as well. بنشوف حالنا عندنا already الكولكتيف تبعنا الليبل، عم نعمل موسيقى، عم ننزل موسيقى، عم نجمع ارتست من كل العالم، من كل البلاد، كرمال نعمل موسيقى، وهيك شوف حالنا يعني صراحة. واحد بده يعطي كمان لشغله، بده يعطي للشغل اللي بيحبها، والكي سكسس تبع هالشيء هو واحد يلاقي الدوزاج مضبوط بين هالشغله والشغله، واهم شيء كمان يعملها بمحبه وبباشن.